عند آدم. ملك كانت بتفرك في ايديها بتوتر واضح ولفت لآدم. آدم عينه على مريم لكن شاف ملك واتصدم لأنه ما كانش لسه مستعد للخطوة دي. هو دلوقتي كان مغيب ومش شايف قدامه أو مش عايز يشوف غير ملهمته لأنه بعيد عنها بقاله فترة كبيرة. آدم للحظة وقف متلخبط مش عارف يعمل إيه، يزعق لملك أو يطردها ولا يركز في جمال حبيبته. أهلا يا آدم. آدم عينه على مريم وضايع مش عارف ياخد قرار. مريم شافت آدم وفهمت إنه دلوقتي تايه. هو ده الوقت اللي هستخدم فيه سلاحي. أهلا يا حبيبي، حمد لله على السلامة. مريم قربت منه ومفيش خطوة والبرفان اخترق قلبه وعقله. إيه يا حبيبي مش هترحب بضيفتي؟ ملك العدوي. ملك كانت بتدعي ربنا إن المقابلة تعدي على خير. بيبي ممكن تيجي معايا تغير هدومك عشان أنا جعت؟ ثواني يا حبيبتي، أخوك هيغير وهيكون معاكي خلال ثواني. صح يا آدم؟ صح يا آدم، هتغير هدومك وهتيجي تقعد مع أختك ملك؟ أنا؟ أيوة. ملك فتحت عينيها ومش مصدقة التغيير المفاجئ ده. مريم مسكت إيده وتحركوا ودخلوا الأوضة. آدم كان واقف في نص الأوضة تايه ومش عارف ومش فاهم، هو عايز أميرته في حضنه اللحظة دي وبس. مريم جابت لآدم تيشيرت وجابت كرسي صغير وقلعته الجزمة. وقفت على الكرسي الصغير علشان تكون في مستوى طول آدم وقلعته الجاكيت البدلة وبعدها بتفك زراير القميص. آدم خلاص انهار من طريقة مريم لأنها بتعمل كل حاجة بإغراء. بيبي ممكن تجيب لي التيشيرت ده عشان أساعدك تلبسه؟ حاضر. وجابه من على السرير. اتفضلي. مريم خافت لتضعف لأن آدم كان وحشها أكتر منها ولبسته التيشيرت. حبيبي ممكن الفرشة دي عشان أسرح لك شعرك؟ ديمو حبيبي رحت فين؟ وحشتيني. ممكن الفرشة دي بقى عشان أسرح لك شعرك؟ أنا حاضر. مريم قربت راسه منها علشان تسرح شعره وكان آدم تقريبا في حضنها وبيتمنى أنه يشيل مريم من على الكرسي وعايز ياخدها لعالمه الخاص في اللحظة دي، لكن هو كمان حابب طريقة مريم الجديدة. مريم زبطت شعر آدم. طب ممكن احط لك البرفان اللي انا بحبه؟ ادم حس انه نهار وجابت البرفان ورشت على التيشيرت. غمض عينيك. مريم قربت منه وبسته بوسه رقيقه لكن بسرعه علشان ما تضعفش اكتر من كده. مريم انت وحشتيني. انت كمان وحشتيني قوي، لكن لما ملك تمشي وتكون خارجه من بيتك مبسوطه هكون كل ملكك. اوكي يا بيبي؟ ويلا بقى اختك حبيبتك قاعده لوحدها وده مش حلو. آدم قرب منها لكن مريم حطت إيديها على بقه. لا، بعد ما ملك تمشي أنا هلبس الطقم اللي هناك ده. آدم لف شاف طقم ليلة الزواج. هتكون ليلة مميزة ودي هتكون هدية مني ليك عشان أنت هتسامح ملك. وسابته وخرجت. قلبها كان هيطلع من مكانه. استغفر الله استغفر الله، إيه ده؟ أنا بستغفر ليه؟ ده جوزي. بس أنا قصدي أعمل كده عشان أوحشه ويصالح ملك. بصراحة هو كمان وحشني قوي. اتأخرت عليكي؟ لا عادي، المهم انت شايفة ايه وآدم قالك ايه؟ ما تقلقيش، لحد دلوقتي كل حاجة تمام. تعالي بقى معي على المطبخ علشان نسخن الأكل ونجهزه في الأطباق. بصراحة أنا مكسوفة من آدم وما عنديش الجراء نتحرك في بيته. اسمعي مني بقى وتعالي. حاضر يلا بينا. في فيلا مصطفى عزيز شيرين جهزت الأكل على السفرة وكل حاجة تمام. يلا حبيبي الغدا جاهز. مصطفى قام وخد طارق وكلهم راحوا وقعدوا على السفرة، ورنا قعدت جنب طارق وكانت لابسة إسدال الصلاة. يلا يا طارق، وعايزك تعتبر البيت بيتك. متشكر جدا يا عمي، ربنا يخليك. الله تسلم إيدك يا طنط، بجد الأكل طعمه يجنن. بالهنا يا طارق، لكن رنا هي اللي عملت أغلب الأكل. إيه ده بجد؟ طب الحمد لله، كده أضمن إن معدتي هتستريح من أكل برة. تسلم إيدك. متشكرة. انت ليه لابسه الاسدال؟ ماما قالت لي البسي الاسدال ده لما يكون طارق موجود. امك؟ بارك الله في امك. بتقول حاجه يا طارق يا حبيبي؟ ايوه يا ماما بيقول. لا يا طنط ما بقولش حاجه. لا قال. مالكوا يا ولاد في ايه؟ وانت يا رنا؟ قال ايه طارق؟ طارق كان خايف وبس رنا. بيقول لي عايزك تطلعي شاطره زي مامتك. متشكره يا طارق، كلك ذوق. فعلا انا قلت كده. اشرف كان قاعد بياكل وكان بيتمنى وجود هنا. عند ادم من وقت ما مريم خرجت هو لسه واقف مكانه.
قلبه بيدق من حركات مريم، وعيونه جت على الطقم وغمض عينيه وافتكر اللحظات الحلوة اللي كانت في أول لقاء بينهم. خرج من الأوضة، مريم شافته خارج وكان الأكل على النار. ملك كانت واقفة مع مريم وخايفة ومتوترة جدا. مريم جت لها فكرة وندهت على آدم. أيوة يا مريم، لو سمحت حبيبي أنا هعمل تليفون صغير لأن أختي اتصلت عليا وكده هتزعل مني، وأنا بصراحة جعانة جدا، ممكن بس تجهز الأطباق مع أختك عشان أنا مفطرتش؟ ممكن يا مريم. ملك حاسة أنه هيغمى عليها من الرهبة. مريم أخذت التليفون وخارجة وباست آدم من خده تعبير عن شكرها ليه، وده لخبط آدم أكتر ومش قادر يحدد موقفه مع أخته هيبقى إزاي. مريم خرجت ودخلت الأوضة اللي قصاد المطبخ وقفت تراقبهم من بعيد وبتدعي ربنا إن آدم يحن قلبه على ملك. آدم ما كانش مهتم، فتح التلاجة وجاب السلطة. ملك راحت تجيب الأطباق لكن هي قصيرة ومش طايلة وبتحاول على قد ما تقدر. جه آدم من وراها وجاب لها الأطباق. اتفضلي. ملك فتحت بقها ومش مستوعبة وكأنها بتحلم وخدت الأطباق منه. شكرا. ملك كانت بتغرف محشي ورق العنب في الأطباق ونفسها تدوق واحد، لكن مكسوفة من آدم وهي بتعشق ورق العنب ومش قادرة تقاوم. آدم بالفطرة بيسرق نظرات لملك وشايف قديه إن ملك شبه مامته في الشكل. كنت بتسرقي ورق العنب من طبقي؟ أنا بصراحة مش فاكرة حاجة، لكن اللي أنا فاكراه إني بحب ورق العنب. آدم افتكر مريم لما قالت إن الأطفال وهم صغيرين 10 سنين ما بيفتكروش كل المواقف. آدم حط السلطة في الأطباق وكانت الشوربة على النار. لسه بتحبي الشوربة في المج؟ لسه فاكر؟ ملك بصت لآدم لأنه لسه فاكر اللي هي بتحبه والدموع اتجمعت في عينيها. ها أنت لسه فاكر؟ ملك من غير ما تنتبه مسكت الحلة وكانت سخنة جدا وإيديها اتحرقت. ملك شلت إيديها بسرعة وصرخت صرخة بسيطة. آدم كان قلقان نسي كل حاجة وجري عليها. عملت إيه يا مجنونة؟ انت على طول متهوره كده، حرقت ايدك؟ اقعدي. ملك رفعت عينيها لآدم مش مصدقه ونسيت الحرق تماما، والدموع كانت نازله من عينيها لكن كانت نازله من اهتمام آدم بيها. آدم شد الكرسي اللي في المطبخ. اقعدي هنا. اتحرك بسرعه جاب كريم للحروق ونزل على ركبه قدامها ونسي كل الخلافات لان آدم واخد كل صفات ام نور. فتح الكريم وبدا يحط على ايديها اللي بقت حمره جدا. ملك ما كانتش حاسة بأي وجع ولا ألم لأنها دلوقتي مش مصدقة إن اللي قدامها ده أخوها وسندها آدم اللي اتحرمت منه طول السنين اللي فاتت. ملك كانت قاعدة على الكرسي وفجأة شدت إيديها من إيد آدم ونزلت بسرعة على ركبها وحضنت آدم بكل قوتها وكانت مكلبشة فيه وخايفة لا يخرج من حضنها. أرجوك سامحني يا آدم، بالله عليك سامحني، أنا والله محتاجة لك، محتاجة لأخويا حبيبي، محتاجة لاهتمامك وخوفك علي، محتاجة لأخويا أتحامى فيه، محتاجة لو حد ضايقني هقول له أخويا مش هيسيبك. أرجوك يا آدم وحياة مريم تسامحني، أنا عايزك جنبي. والله يا آدم أنا كنت صغيرة ومعرفتش أفرق بين الصح والغلط، أنا ندمان إني بعدت عنك. ورحمة ماما يا آدم تسامحني، أعتبرني بنتك وغلطت يا آدم. آدم في الوقت ده استسلم وما استحملش وجع أخته وحضن ملك بكل قوته، نسي كل حاجة وكان عنده إحساس غريب، إحساس حب مختلف اتجاه أخته وحضنها بكل قوته. نزل دمعة من على خده. ليه يا ملك؟ ليه سبتني ومشيتي؟ ليه سافرتي وبعدتي عني؟ أنت ما تعرفيش أنا قد إيه كنت محتاج لك. أنا عشت لوحدي من بعدك في لحظة فراق، عشت فيها 10 سنين لوحدي. أنت كنت عايشة بذكرياتي، عمري ما نسيت تفاصيلك، عمري ما نسيت إنك بتحبي إيه وبتكرهي إيه. أنت فعلا بنتي يا ملك. مريم كانت واقفة بتراقبهم ودموعها نازلة، والكل كان في حالة بكاء شديدة بفرح وزعل وكل المشاعر مختلطة. مريم دعت ربنا وشكرته إن آدم سامح ملك أخيرا، وبعد شوية آدم خرج ملك من حضنه. يعني أنت سمحتني بجد؟ خلاص يا ملك مفيش حاجة. لا لا أرجوك قولها. طيب طيب أنا مسامحك خلاص، بس هاتي إيدك أكمل الكريم علشان ما توجعكيش. لا سيبه، أنا عايزاه يحرقني، عايزة كمان يسيب أثر في إيدي لأنه أحسن جرح حصلي وأحسن ألم قربني منك وخلاك تسامحني. آدم هو ده بجد ولا أنا بحلم؟ تعالي عودي خلاص، أنا بجد مسامحك، أنت مالكيش ذنب في كل اللي حصل، أنت كنت طفلة صغيرة وما تعرفش حاجة، انسي الماضي لأنه ما بيجيبش غير الوجع. يعني آدم أخويا سامحني ومش زعلان؟ تعرفي إنك شبه ماما قوي في الشكل،
في شبه كبير ما بينكم. ملك صعبت عليها نفسها وبكت مرة واحدة. ممكن تحضني لأني مش مصدقة والله. أدم صعبت علي أخته واخدها في حضنه. وبكده الحمد لله تم الصلح بين آدم وملك وهزموا الشيطان.